السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال ومكان وشؤون الحياة إليه سبحانه وتعالى يا مالي بفضل ومن وإحساني الله سوى قول أشيزهم قال لنا أول أغرب بن آدم نقدقي سأوك لقرنا محاسحا محاقل دن محاوز وزوكتي محاكم مغني وكما أدقتهاي هل كان واحد سنة تي في وكميدا تلفزيون مدى عندي إلهي كردون يهي وجمال سيدو كالوحن ربعين عنده كغيب غادو عندي إلهي كردون يهي تلفزيون كان وشغيدونا مالمها هدي إلهي كل الله بهي وحن عاوك هذا لي وحي تاي وحك لما هي وحن كهذا يا وحير ويسين أه إن ربان كله ولا هذا تاي رجل مدو جل مدو إلالي هذا تاي غير سنتي غور غور جل مدو إلالي هذا تاي غير سنتي الليبان أحمد جل مدو إلالي هذا مهد محمد هذا تاي غير سنتي جل مدو إلالي هذا تاي غير سنتي دكتور كوفي جل مدو إلالي ولا لو قل مدوغ أذيقو عايرة حقات أولاد هنا مدحك النغوتيد أذيقو سلابانة حقات أولاد هنا مدحك النغوتيد أذيقو سرورة حقات أولاد هنا مدحك النغوتيد أذيقو سعادة حقات أولاد هنا مدحك النغوتيد هكالا قينين أذيقو سعادة سلابان هعولادين أذيقو سلابانة سعادة هعولادين أذيقو عايرة سرورة هعولادين وحان ربعينا نقشيقو دمان تديوغا كوهولان تاغيرا دا جل مدوك تديوغا كوهولان دونيستا جل مدوك وحواجب كوغا إلى لين تقود وحان ربعينا إراهدو داتكا تاغير سموال كلمات محمد صلاة وحواجب كوغا إني إلى ليان مشرحين تكالي داتكا غور غور تاغير سموال وحواجب كوغا إن إلاليان كوا كلو حلك الدنيا نينك استاجية هذا قل مدوك غرغورة جوجا سقى مدحوينا كا مدونا أيو حلق عن حساسي كا إن هذا الله غرغور أو شجع أندرو مدونا أي حلق عن حساسي كا هذا الليبان ليبان أحمد أوجري إن أندرو مدونا أي حلق عن حساسي كا هذا الله أو كوفي يري إن أندرو مدونا أي حلق عن حساسي كا هذا لا أقول لك بل سوى حان ربع إن أنا كله قل مدو هذا سو شر هذه هل حبا واجب كوا هذا قل مدو سو شر هذه وح واجب كوا إن أديه كرتيد قل مدو دور شه الله فرو وح واجب كوا إن أديه كرتيد مذهبين حسن شيخ محمود كر ومسي دنكرو كعنتنا كمسي دنكرو من أمك عابكرو قدي دور شو أو دول دحا سيدا إنا هذا لقى الربا وإنا بريري كرتا هداد قل مدوغو شرح انتهي مشرح قل مدوغو بان إنا دي كرتا سيدا أوقد وحن ربعين وكودا ولا ليال هل كان بيج كان وبيج لقلي يهي دي إلهي كردون يهي وبيج لقلي يهي دي إلهي كردون يهي مارثي لقلي يهي تاقر ياشا قل مدوغ بيج إليهين وعن رامر كإنا كودا هو كسو دواو أو تاقر بيج كان كان شغي سيدو دي إلهي كردون يهي فلو سار بحر عمر كينا خده ولال وجمال وهذا الكيسو ميل أول حاجة على كغبو تربضا قل مدو أول حاجة على تربضا كغبا وحا أدزع شهي عند ذا اللي مقويو وحان ربعينا إراهدو ولا لو هداد ليبان تاقير سنتهي هكسو كوبين ليبان سعد ولا لو هداد غرغور تاقير سنتهي سلمان هكسو كوبين ها اسكو ديرين دادك اهلكا يان دوني انو اني ديگان كان دستان دل كان دستان ديكا دان دستان وحان ربا هنا كورا هدو وحكستا واد مانت التلاهديد او كسابسا ادو دوني يحلكا قلمدو بريوي كهورو مانيسا وجمالو كولي حسن شيخ محمود وحول هلا يا غور غور وحولي يهي مهد ليبان ودواء أنا قوتا دمانتود أنا قوتو ليه حسن شيخ محمود وهو اسكو كارين ايا اسكو قوبا ايا اسكو بابئين ايا قل مدو حسن شيخ محمود وهو نغا ساري مقالة مغدشو وهو نغا ساري قرصوركي وهو نغا ساري عيدانكي وهو نغا دقي ماعون وحا غيرين ايا أبابل مقالة نغا ساروه هايان انتين نغا بحيوه هايان عشورتا ودوايا وحا غادا ايا
oday walba oo cida xasan sheekh maxmuuda soo canshuurti uu cunay ayuu hadeen dhaha kala qaaday waan halkan ka aanbalinayaa hadii lajanka lajamada weyn ee la yiraahdo hadii ilay ku roon yahay habareertay xaliimayari waa ku salaamay geeridaa been waxaad nooga digtay xasan sheekh maxmuud waxa uu maagan yahay sidoo kale waan halkan ka salaamayaa cabdiraxmaan cabdishakuur waxaan halkan ka salaamayaa qof kasta oo haddii ilaahay ku roon wax garanaya waxaan rabaa inaan dhaho walaalahay si kaftan inaan u yiraahdo walaalayaal qor ninka le axmed cabdikaari kursi uu ku fadhiyo salabaan gaar uma lahan walaalayaal sacadow adinkuna axmed macalin fiiqi kursi uu ku fadhiyo sacad gaar uma lahan walaalihiin oo curadaho cayr la yidhaahdo oo sacad taageeray oo salabaan taageerayna banaankii taagan yihiin haddaan caawa idin dhahno dowladda dhexana waxba kuma hayno kanna kalena waxba kuma hayno galmudug noo doorta maxaa dhihi lahaydeen waxbaa la kala codsadaa ninba maalina wax codsaday maxaa dhihi lahaydeen sidaa awgood walaalayaal dadkanagu waxay degaan meel xuduuda waxay u baahan yihiin ilaalin dadkanagu hubaa la keenay waxaa qaatay waalaha mareexaan dagaal ayaa imaan kara meelihii aan deganin waa ogtihiin waxay ogtihiin culayska dadkanaga intuu leegyahay waxaan rabaa inaan si kooban ku yidhaahdo meesha la leeyahay bangeele iyo caabud waaq waa 20 kilomitr 16 xildhibaan ay leeyihiin xamar ilaa xardheere ilaa iyo gurceel ilaa mataba ninka deganna 6 xildhibaan uu leeyahay kuwaasna 16 xildhibaan ay leeyihiin habargedin 24 xildhibaan ay leedahay madaxweyne 16 xildhibaan yaasi xasan sheekh maxamuud muqdishona 2 degmaan leeyahay degmadii la fooliyo iga soo celiyey shabeelada hoos iga soo celiyey safaaradaha way iga soo celiyey maaliyadda way iga soo celiyey bakaar ugu haystaa bala fursu cidii garan lahayd habargidirta maanta xilka goobaysa galmudug nin suquura ma leh xasanow doorashada dhulka dhig ha isku baabi'inin dadka waxaan rabaa qoorqoor inaan tala siiyo qoorqoorow walaalow anuu ninna kugu dirayn xasan sheekh maxamuud niman habar gadira ayuu kuu garab eryayaa oo asaga u wato adigana wuxuu ku yiri doorashaha qabanin meydkaaga iyo adoon faraha waxba ku weyn intii lagu gaarsiin lahaa guddiga doorashada galmudug magacaaw alternative samee tartan boqolkiiba boqol inaa guulaystaan laga yaabaa flexibal noqo caabud waqtan aa ku mashquulay keliya ka soo tag waxaan rabaa inaan idhaahdo walaalayaal waxa aan goobayno dhulka galmudug boqolkii 80 habargeeraa degan brioritiga habargeer la siinaya saaka waa yartahay cid saakii habargeer xilka goobayso waa yartahay samayntii hore marka la samaynayay in 16 xildhibaan mareexaan la siiyo dhul haddii lagu siiyey iyo haddii tiro lagu siiyey 300 kilomitr ka badanaa saca degan yahay 6 xildhibaan uu leeyahay salabaan sidaasoo kale 6 xildhibaan ay leeyihiin madaxweyne 16 xildhibaan uu leeyahay xasan wuxuu nala diriray xilligii galmudug uu lagu sameynayay waa nala diriray muqdisho waa nagala diriray federaalka waa nagala diriray garsoorka waa nagala diriray ciidanka waa nagala diriray qaybta u dambaysay barakicinta waa nagala diriray aad u noo barakiciyey ninka noocaasa weli waa isku kaanabudinayaa xasan sheekh maxamuudow sida habargeera aas ugu dirtay ayaad u eedi doontaa adigaa eedi doona bal warkeygaas u fiirsan habar gidir 15 nuuca ayaa kuu qarxi doonta jamaal wuxuu leeyahay aniga habar gidir ayaan ka bilowda waana ku dhammaadaa sacad madaxweyne waa istaahilaa salebaanna waa istaahilaa yaanaan iscayin waxa aad doonaysid haddaad liibaan axmed tahay sacadaa wax ku leh qoorqooro waxa aa haysatid liibaanaa wax ku leh cabdiqaybdiidaa wax ku leh mahadow waxa aa goobaysid odowaayaa wax ku leh waxa wax ku leh odobaankalilii jiray koofiyo waxa aa goobaysid liibaana wax ku leh waxaan rabaa inaan la hadlo walaalaha gruubka yarka oo haddii ilaahay ku roon yahay hadallada xasaasiyadaasoo qoraya ka daaya liibaan sumcadda ha ka dilinina liibaan sumcadda ha ka dilinina walaashay haweeyo gabar saruur waay waxaan rabaa inaan dhaho walaalay saruur allaha barakeeye hadallada xasaasiyadu aa qoraysid waxa ay keeni doonaan ka fiirso walaashay haweeye ka fiirso walaashay haweeyey waxaan rabaa inaan dhaho saruur nabad allaha dhex dhigo dhaqankooda allaha isugu duwo waa jamaal oo leh
dadkan lacag ay ugu fadhiyaan ina isku dareena marabo beejkan hal fala u garayo gool iyo gobnimo galmudugna waxa rabaa inaan dhaho galmudug qeyr baan rajaynayaa galmudug nabad baan rajaynayaa galmudug kulel tira badan baa ku soo socda culays tira badan baa ku soo socda talay u baahan tahay oday bay u baahan tahay waa in nin walba uu ka fikiraa siduu u fariisi lahaa dalku waa federaal xasanna federaalka nagu baabinaya federaal diid waaye xasan dhulkiisu waa ceel dheer caasimadiisu waa ceel dheer ciidankiisu waa ceel dheer farmaajana waxa uu ahaa gada iyo garbahari xasan qabyaaladda waa kubciyey waana kala diray aan la xisaabtanno talow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu